رمضان بيحب مكسرات. تعالوا النهاردة نعمل بسكوت إيراني سهل قوي، هنحط فيه لوز وكمان ورق ورد البلدي. 140 جرام لوز، 110 جرام سكر بودرة منحول، ونطحنهم مع بعض. هنطحن ورق ورد البلدي، هنضيفهم على مكونات. هنضيف كمان 1 بياض بيض، معلقة كبيرة مية الورد، ومعلقة صغيرة من حبهان مطحون. هنخلطهم مع بعض. بعد كده هنكور الحليب، هنحط كور في الفوزدو مطحون، هنضغط على كل الكورة عشان الفوزدو يلزق فيه، وهنحطه على الورق الزبدة أو السيليكون مات. هندخلهم الفرن متسخن درجة الحرارة 170 لمدة من 15 ل 20 دقيقة. للتزيين هناخد معلقة كبيرة من شربات الرمان، هنضيف عليه معلقة كبيرة من مية الورد، هناخد ربع كوب سكر بودرة منحول، وهنبتدي نضيف عليهم حليب من الشربات ومية الورد. هنزين كل البسكوتة بالحليب الملون. بسكوت هيطلع شكله لذيذ جدا، والناس كلهم هيبقوا نفسهم فيه بعد الفطار مع الشاي. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.